بكم من جديد. وسط إجراءات صحية صارمة انتهى موسم عاشوراء في القطيف أمس الأحد، حيث شهدت هناك المساجد والمجالس تطبيق بروتوكولات التباعد الاجتماعي وسط تعاون بين المواطنين ودائرة الأوقاف والمواريث في القطيف. عوض الفياض كان هناك ومعه التفاصيل، نتابع. انتهى موسم عاشوراء في القطيف وسط التزام كبير بالإجراءات الصحية، عشرة أيام اختلف فيها الموسم عن سابقيه بشكل جذري. حرصنا في موسم عاشوراء لهذه السنة أن نطبق عدة أمور، من ضمنها تعقيم الأيدي، قياس الحرارة، لبس الكمامات. أغلب الأمور ألغيناها مثل التمثيل، وأيضا المأكولات والمشروبات المباشرة، دورات المياه مغلقة. طبعا التجمعات ملغية نهائيا، فقط كل شخص يدخل إلى هذه الساحة يجلس أمام الكرسي، ما في تقارب، ولكن نحن نطبق التباعد الاجتماعي. منذ مطلع شهر محرم وبدء موسم عاشوراء لم تسجل القطيف ارتفاعات في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، فيما ساهم 100 متطوع في ضبط الإجراءات الوقائية في الشعائر الحسينية. ووسط حضور أمني شهدت المجالس والحسينيات تطبيقاً لبروتوكولات الوقاية من كورونا ومنع دخول الأطفال وكبار السن. طبعاً موسم عاشوراء هذا العام انحصر في مكانين، في ساحة القلعة وفي منطقة الشريعة، بحضور الطاقم الأمني للحفاظ على أرواح الناس نتيجة انتشار الجائحة والوباء المنتشر في العالم. طبعاً أهل العزاء الموجودين هنا أخذوا جميع الاحترازات بوجود طاقم مخصص لأخذ درجات الحرارة والتعقيم للحفاظ على أرواح الناس، كذلك تباعد. حرص المتطوعين على عدم إدخال الأطفال والنساء وكذلك الرجال كبار السن. وكانت قد أعلنت عدد من المجالس والمساجد في القطيف الاعتذار مبكراً عن إحياء فعاليات الموسم والاكتفاء ببثها عبر التطبيقات الذكية. عوض الفياض، MBC القطيف.